خدام زهر الحمدوني، كذلك لا فونداتريس ديال لو فيستيفال مانوار دو كافتون. حنا حاليا في التحضيرات ديال الدوره الثانيه كما تتشوفوا، كانت دعوه بوغ لي مانكان، درنا ان كاستينغ الحمد لله اللي كان اقبال كبير، وكان حضور قوي ديال العارضات والعارض ديال الازياء. نتمنوا ان شاء الله بان هذه الدوره هذه كذلك تكون دوره ناجحه كالدوره الاولى كذلك، وغادي تشهد مفاجآت كبيره، غادي تشهد حضور المع النجوم، عده مفاجآت، حنا ما نحرقوش لي سوربريز. والوبجيكتيف ديالنا في مدينه فاس او عامه في المغرب او عالميا هو نهزو بقيمه القفطان المغربي، بحالي انا وبحال جميع المصممين داك كرياتور الحمد لله اللي عندهم واحد الغيره كبيره على القفطان المغربي اللي كنفتخروا به من جدود جدودنا. الاسم ديالي سلمى الحجاري، مدينه فاس، المدينه العريقه التاريخيه طبعا. اليوم جينا ندوزو الكاستينغ ديال مانوار دو كافتون فيتو لا دوزيام ايديسيون. دونك حنا فرحانين بزاف اننا اليوم يعني حاضرين كاملين، وكاينين تبارك الله بنات غزالات وباش يبينوا ان شاء الله القفطان المغربي في ابعد الحدود. هو تبارك الله عنده واحد الاصاله ديالو منذ القدم، زعما ماشي شي حاجه اللي غادي نشكو في المصداقيه ديالو وفي الاصاله ديالو. وقفنا تبارك الله قدام لجنه التحكيم دي غران ستيليست، دونك كانت واحد التجربه زوينه. وصراحة فاس شنقولك يعني فاس كانت محتاجة لهاد المهرجانات فحال هكا، والحمد لله يعني بدينا كنحيو بزاف ديال الفيستيفالات هنا في سيغ فاس. دونك حنا فرحانين وعجبنا الحال، وان شاء الله مزيد من التألق، مازال ان شاء الله فاس غادي تزيد تقدم في هاد المجالات ان شاء الله. ميرسي بوكو. خياط منتج، وليا الشرف نشارك في الإنتاج مع فاطمة زهرة الحمدوني المصممة ورئيسة مانوار دو كافتون الدورة الثانية. هنيئا لمدينة فاس بهذا المهرجان اللي غيصبح دولي الحمد لله. اليوم كان حضور قوي وكثيف ديال لي مانكان، نساء ورجال جاو يحضروا الكاستينغ. هذا فاس غتحتضن ان شاء الله الدورة الثانية يوم 19 ابريل، ولينا الشرف نساهموا. مدينة فاس مسقط رأسي ومدينتي، وأفتخر بانتمائي لمدينة فاس، وأؤمن بطاقة مدينة فاس. قاضي فاطمة زهرة، جيت من مدينة الرباط، فرحانة بزاف باش نشارك في الكاستينغ ديال مانوار دو كافتون نسختي الثانية، وهذه أول مرة غادي نجي لفاس. بيان سور غنية عن التعريف، تبارك الله تتبقى أحسن مدينة وتراثية من ناحية التراث، من ناحية الجمال، من ناحية المعمار. الحمد لله فرحانة بزاف، وتنتمنى إن شاء الله حد سعيد موفق للناس كاملين. جيت للرباط، كاينين بنات تبارك الله جاو من الدار البيضاء، كاينين بنات جاو زعما من جميع المدن المغربية، وهذا الشيء شي حاجة زعما اللي تتفرح ملي تشوف بنات بحال هكا تيجيو باش يشاركوا في هذا المهرجانات، ويعني تيبغيو يبينوا التراث المغربي ديالهم. سميرة مهيدي، مصممة أزياء مغربية. اليوم جينا بوغ نحضروا لو كاستينغ ديال لو ديفيلي إن شاء الله اللي غيكون في أفريل ديال مانوار دو كافتون، وهذه مبادرة زوينة في مدينة فاس، وحنا تنتشرفوا بها وبهاد اللقاءات اللي هي جميلة وتنتشرفوا بها، لأن تيحتفيوا بالقفطان المغربي، وحنا تنعرفوا بأن القفطان المغربي أصالة ديالو يعني وصل للعالمية، وتنفتخروا به اوطونك باتريمون ماروكان اللي هو في الثقافه المغربيه ديالنا. My name is Viola Agustin. I'm from South Sudan and it's a pleasure for me to always work with the Moroccans because they are so kind people, they are loving and they're so united. When you are among them they treat you with a lot of respect and I love that. And working with this brand it's like an opportunity for me. Because like I'm going to wear the prestigious Moroccan traditional outfit and it is really really it will be a great pleasure.
alors انا البار جو سوي ميك اب ارتست كان عندي الشرف انني نشارك في النسخه الثانيه من الكاستينغ ديال لو مانوار دو كافتون تبارك الله كانوا دي بروفيل زوينين دونك الهدف من هذا الكاستينغ هو اننا نختاروا افضل العارضي وعارضات الازياء اللي هيشرفوا النسخه الثانيه من فيستيفال مانوار دو كافتون صافي بليزير نكونوا من ضمن هاد المنظمين ديال الحفل علاش حيت القفطان المغربي خصنا نشرفوه وسورتو مدينه فاس محتاجه كل احتياج لهاد لي فيستيفال باش نقدروا نزيدوا الصنيع المغربي والصنيع التقليدي القدام وان شاء الله تكون نسخه ثانيه في ابهى حله ودوز ان شاء الله كما على ما يرام. مريم علامي المديره الفنيه ديال هاد ليديسيون ديال مانوار دو كافتون اللي غتكون ان شاء الله غيتقام وغيتورغانيزا في مدينه فاس. اليوم اون اورغانيزي ان كاستينغ اللي هو ان شاء الله غادي يكونوا لي مانكان ديالو هما اللي غادي يكونوا في لو بوديوم ديال مانوار دو كافتون و يعني هاد الشباب اللي جاوا من مدينه فاس من نواحي مكناس وهادي نقولوا سي ان ايفينمون اللي ما كان يعني ما مسنسبيش فيه في هاد المدينه في فاس وانا بعدا جو سوي اغريابلمون سوربريز وفرحانه اللي جيت لفاس اولا وثانيا شفت هاد الاقبال ديال هاد الشباب وهاد الشبان اللي زعما ايزون ريبوندو بريزون باش يحضروا لهاد ليفينمون هذا.